أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، أهلا بأسركم الصابرة والصامدة بحلقة جديدة من برنامج عمالقة الصبر. هذه الحلقة تأتيكم من محافظة نعتز فيها كل فلسطيني، هي محافظة البسالة والشموخ، محافظة جنين القسام التي قدمت الشهداء تلو الشهداء وقدمت الأسرى على مذبح الحرية من أجل تحقيق الحقوق الوطنية. لابد في بداية هذه الحلقة أن نقف إجلالا واحتراما لروح الشهيد البطل الأسير المحرر أيمن جرادات، الذي أمضى سنين عمره داخل سجون الاحتلال واستشهد بالفترة الأخيرة. لك كل الرحمة أخي أيمن، ولشقيقك أمير جرادات المحكوم 26 عام كل المحبة وكل الاحترام. أيضا في هذا اليوم ذكرى استشهاد الشهيد نجيب حويل مؤسس مجموعات الفهد الأسود. هذه الذكرى الأليمة، هذه الذكرى المؤلمة على كل فلسطيني، كل شهيد فلسطيني هو ذكرى عز وافتخار. وأيضا نقف إجلالا للشهيد القائد عمر النايف، كل الرحمة لشهدائنا. دقيقة صمت ولنقرأ الفاتحة. شكرا. إذن الرحمة، كل الرحمة لشهدائنا الأبرار الأطهر منا جميعا، كل التحية لمحافظة جنين، لعائلات الأسرى، وإن شاء الله بنستقبل أسرانا جميعا محررين. اليوم جنين وكل محافظة من محافظات الوطن تعتز بعدد من ضيوف الكرام في هذه القاعة في بلدية يعبد التي استقبلتنا، مشكورين أخونا سامر أبو بكر رئيس البلدية كل احترام. في هذه القاعة يوجد عمالقة صبر محررين، ننحني لهم احتراما وإجلالا، ولأسرهم الصامدة كل التحية وكل المحبة. أخونا شادي غنمة، أخونا محمد فريحات، أخونا عمار زيود، أخونا مجدي أبو خميس، أخونا محمد قبها، أخونا عماد عصفور، أخونا رياض أبو عابد، أخونا محمد عمارنة، أخونا نضال انفعات، لهم كل التحية وكل الاحترام، عمالقة الصبر الحقيقيين. في بداية هذه الحلقة لابد أن أستضيف مشاهدينا المحرر شادي غنمة، الذي أمضى 13 عاما داخل سجون الاحتلال. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. طبعا التحية، كل التحية لكم، للأخوة القائمين على برنامج عمالقة الصبر، لأخوتنا في بلدة يعبد برئيس بلديتها سامر أبو بكر، وجميع من عمل وساهم لإنجاز هذه الحلقة. كل التحية لك. ولابد أيضا أخوي باسم كافة الأسرة أن نبرك بالتحية للأسير سامي أبو دياك ابن محافظة جنين، والذي يمر بظروف صحية صعبة، فكل التحية لك أخي سامي ولكافة أسرانا المرضى. ومن لفت نظر سادة المشاهدين أن محافظة جنين يوجد فيها منها 700 أسير داخل سجون الاحتلال، بنحكي عن أكثر من 70 أسير محكوم بالسجن المؤبد. بدنا تحكي لنا، وأنت من اليمون واليوم موجود في يعبد، بدنا تحكي لنا أول إشي 13 عام من الاعتقال، شو أعطوك لتعطينا اليوم خلال هذه الحلقة بموجز لو سمحت؟ طبعا بالبداية 13 عاما هي 13 عاما عجافا طوالا، ولكن الشعب الفلسطيني والوطن يحتاج أكثر من ذلك. الوطن غالي ويستحق منا التضحية والفداء والعطاء. نعم. 13 عاما قد قضيتهم من عمري، ولكن فداء لفلسطين الحبيبة، لا يسعنا إلا أن نقدم زهرة شبابنا فداء للأرض وللوطن وللإنسان. طبعا الوطن استحق منا التضحية، نحن كنا مشاريع شهادة، هنالك أصدقاء لنا قد استشهدوا. صحيح. ونحن استمرينا في المشوار وكان نصيبنا هو الأسر. عطائي لفلسطين، عطائي 13 عاما من الأسر، من عمري، من زهرة شبابي داخل السجون، ولكن أسوة في باقي أصدقائي الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات وأخوتي الشهداء الذين رحلوا على درب الحرية والعطاء، تطلب منا النداء فلبينا نداء الوطن، أسوة بباقي إخوتي الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني. يعني هو النفس البطولي، هذا النفس ليس غريب مشاهدينا على أسرانا بعد 13 عام. الإرادة هي الإرادة، التحدي هو التحدي، كل التحية لك. بدي تحكي رسالة الأسرة لأبناء شعبنا الفلسطيني وللعالم بشكل عام. طبعا هي رسالة محبة ووفاء، هي رسالة إخلاص واحترام.
الأسرى داخل السجون هم يحتاجون من شعبهم الوقوف بجانبهم والضغط قدر المستطاع من أجل إطلاق سراحهم. هنالك أكثر من 700 أسير هم بحالات مرضية وحالات مستعصية. أنا خرجت من السجن منذ 13 يوما وتركت خلفي العديد من الأسرى المرضى، وعندما أقول أسرى مرضى أعني بأن هنالك حالات مرضية مزمنة تعاني من أمراض خطيرة للغاية. رسالة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية: أولا إنهاء ملف الانقسام، الالتفاف الجماهيري حول الكيادة الفلسطينية الممثلة بسيادة الرئيس أبو مازن، الكيادة الشرعية. الرسالة الثالثة هي الضغط بكل القوة من أجل إطلاق سراح الأسرى وخاصة الأسرى المرضى الذين يعانون ويلات السجن وقهره. والرسالة الرابعة هي تحية إخلاص ووفاء من الأسرى كافة في داخل السجون إلى الأخوة في الأجهزة الأمنية على دورهم الريادي والبناء في حفظ الأمن والأمان ومحاربة العابثين في القانون والظالمون. أنا في حالي يا جماعة الخير قبل ما أروح من السجن صارت في سجن النقب، وأنا أصدرت كتاب من داخل سجن النقب اسمه رحلة في كلاع الظلام. صحيح. الكتاب هذا كتبت الحالة هاي في الكتاب تاعي، وفي استطلاع للرأي في رام الله في المؤسسات اللي تعنى في النشر تسلط على الموضوع هذا بشكل دقيق جدا جدا. أنا كنت ذاهب على محكمة الشليش في سجن النقب وتفاجأت أنه في جانب محكمة الشليش براكس كبير للكلاب البوليسية اللي تابعة لمصلحة السجون. كان الممرض يداوي في الكلاب البوليسية في الحكم ويعالج في الكلاب البوليسية. بعد ما انتهيت من محكمة الشليش وعدت للقسم متعارف عليه في ساعات المساء في ممرض اسمه حفيش بلف على الأجسام وبعالج الأسرى المرضى داخل السجون. فأنا توجهت للحفيش هذا علشان أخذ دواء اللي هو أوكامول كان راسي بوجاني. فتفاجأت نفس الحفيش اللي كان اللي هو البيطري اللي كان يعالج الكلاب البوليسية هو نفسه اللي بيعالج الأسرى المرضى. وهذا الموضوع أنا كتبته في كتاب رحلة في كلاع الظلام، إنه بيطري إسرائيلي بغز الكلاب إبر وحكن هو نفسه البيطري بيعالج الأسرى وبيعطيهم مرض. فهي أكبر جريمة، هاي هم الأسرى المرضى. أنا برأيي مداخلتك مهمة ومهمة جدا، وهي رسالة لهذا العالم الصامت أمام معاناة أبنائنا. أنقذوا أبنائنا من موت محتم، هذا إحلال لا يرحم، لا يوجد لديه أدنى حدود الإنسانية، يريد أن يقتل كل أبناء شعبنا ولكن أنى لهم ذلك. خلينا نستضيف أخونا محمد فريحات، 20 عام داخل سجون الاحتلال. يعني لما أسمع 13 و20 و25 يعني الناس بتعدها عدد، بس الأسير بلحكش عد الأيام وبطل يعد الأيام. ال20 عام طوال، كيف مروا داخل سجون الاحتلال؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد. أول شيء مهما نقدم لهذه الأرض سيكون رخيصا وسيكون قليل بالنسبة لهذا الشعب المعطاء، وكل شعب يريد التحرر يجب أن يقدم فطيرة من الدم والحياة من أجل أن يعيش بحرية وكرامة. نعم. وهذا قليل مما قدمناه مقارنة بشهدائنا الأبرار ومقارنة بإخواننا الذين أمضوا 34 عاما. نعم. ومن آلام الجرحى والشهداء الذين سقطوا بالسجون. صحيح. إذ أراد الاحتلال من أسرنا أن ينفينا أو أن نكون مغيبين عن هذه الساحة، ولكن بعد دخولنا إلى الأسر زاد همنا على هذا الشعب الفلسطيني وعلى أهلنا وعلى على على الجميع على جميع شعبنا، وخصوصا أنه تركنا عائلاتنا وتركنا أنا بالنسبة لي تركت أخوة أطفال واليوم هما شباب. والحمد لله رب العالمين قد تحررت من الأسر، والحمد لله اليوم أنا فرح بأهلي وفرح بأهل الأسرى هؤلاء. اليوم أخوي محمد موجود معنا عدد من أهالي الأسرى. نعم. وأنت أسير محرر. نعم. شو بتحكي لأميات الأسرى اللي يعني مرارة الحرمان من أبنائهم كبيرة؟ نعم. اليوم بوابة أمل إحنا بنفتحها عبر برنامج عبارة صبر من خلالكم أنتم. نعم. شو بتحكي لأمياتنا أمهات الأسرى؟ أول شيء أوجه تحياتي إلى الماجدات أمهات الأسرى وأقول لهن اصبرن فإن الفرج قريب بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. وبإذن الله سيتحرر جميع أسرانا رغم أن في الاحتلال، وسيكون هذا بإذن الله
تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية، وسيكون هذا بإذن الله تعالى. وندعو الرئيس أبو مازن لبذل المزيد من الجهد لتخفيف عن آلام الأسرة في ظل حكومة يمين إسرائيلي التي لا تستجيب لأي أدنى مطالب لهذا الشعب الفلسطيني، اللي هي مطالب عادلة ومحقة للشعب الفلسطيني. جميع الشعوب تحررت، فقط بقي الشعب الفلسطيني من لم يتحرر حتى الآن. إذن مشاهدينا، خلينا أخذ والدة الأسير ياسر حمدوني، محكوم مدى الحياة وهو أسير مريض. يعطيك العافية خالتي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت اليوم أم لكل فلسطيني. كما كل أم تحيي وتدومه. كما كل أم أسير. اليوم أنت شايف هالعمالقة، عمالقة الصبر، الأسرى المحررين. هذول أولادي. أولادك. وأخوتي. وأولادي. ابنك جوا السجن، شو بتحكي اليوم عن فرحتك باستقبال أولادك أول شيء؟ شو رسالتك لابنك اليوم داخل سجون الاحتلال؟ أنا بأطلب تحية وللأسرة كلياتهم، وبطلب من أبو مازن يفرج على أسرة كلهم لأنهم أولادتي. وأنا بأشكرك وبشكر الدكتور سامر أبو بكر، وبشكره وبشكر كل واحد طيب مثله. أنا بطلب منكم، أنا بدي بأقرب وقت كل الأسرة أولادتي يطلعوا، وبطلب من كل الدول المؤسسات تفرج على كل الأسرة. نعم، وين موجود اليوم ياسر يا خالتي؟ بعوفر بيشوفنا. بعوفر راح يشوفك. اليوم شو بتحكي له لياسر؟ انا بحكي له بقول له يما يرضى عليك، اصبر، الله مع الصابرين، الصابر ان شاء الله مفتاح الفرج. وانا طول النهار ارضى عليك يما، وبقول لك يما اصبر. وابني مريض، عمل عمليه كسطره، صحيح، عمره 40 سنه. الله يشفيه. وابنه هذا اللي موجود معي بيستكبلوش بكلش. بنبارح راح عنده قال له انت مش ابوي، لانك ابوي ضششتني ما سجنتش حالك. انا بطلب من كل مؤسسات الدول تساعد الاسرى، وتساعد المرضى، وتساعد الاسرات. وانا امه، انا صار 70 سنه صار عمري. الله يطول عمرك. الله يطول عمري تا اشوفه ويدفني ويفرح بولاده. الله يطول عمرك وان شاء الله. ان شاء الله برادة الله ما بظل اسير ان شاء الله. وان شاء الله بتحرروا كلهم. هذول اولادتي واخوتي. كل احترام لك وسند الي. كل احترام لك. وتاكدي هذول اولادتي والله ما بيفارقوني. واحنا وكل فلسطيني ينحني للام الفلسطينيه اللي تمثل نموذج يعتز فيه كل فلسطيني. الله يخليك. الموجودين يا محمود عصفور، على كل الاسرى الموجودين ما هناك. كل احترام لك. وبقول لهم اصبروا يما، انتم اولادتي واخوتي، الله مع الصابرين. والفرج قريب يا ابو ادهم ان شاء الله. كل التحيه لك خالتي، وان شاء الله قريبا تستقبلي ابنك حر محرر وكافه اسرانا باذن الله تعالى. خلينا ناخذ اسيرنا المحرر محمد سامي كبها. اهلا وسهلا فيك. حكمت واعتقلت 13 عام داخل سجون الاحتلال. 13 عام طوال. اليوم انت محرر بين اهلك وناسك، شو مشاعرك؟ مساء الخير. حياك الله. انا بشكر القائمين على البرنامج. الله يخليك يا ربي. جزء احنا تعودنا يعني بلقاءات زي هيك نحكي بجوانب الشجاعه والبطوله. صحيح. انا بجد بدي اركز على جانب مسني بشكل شخصي، اللي هو بعذر صوتي تعبانه شوي. وفاه والدك. وفاه والدي وترك اخوي بالسجن. صحيح. اخوك محكوم 15 سنه. محكوم 15 سنه ونص. نوجه له التحيه. نعم. كل التحيه. جزء احنا الشباب يعني بالسجن اللي هي الطبقه الطبيعيه، طبقه الشباب. نعم. الله معطينا الصبر والعزيمه والشجاعه، وقمنا بعمل عارفين شو نهايته. صحيح. اما السجن او الشهاده. صحيح. بس في شغله بجوز احنا كان تركيزنا عليها ملوش اهميه كبيره، من اللي هي هم الاهل على ابنه او على بنته او على اخوه او على الحصره اللي بتصيب الاهل. الحصره اللي بتصيب الاهل. صحيح. يعني انا بجوز بقول جاي من عند اخوتي وبعرف كيف. نعم. هم الأسير على أهله وهم الأهل على الأسير. صحيح. لدرجة أنه إحنا مسجونين فقط جسديا، عقلنا وروحنا مع أهلنا، وأهلنا مسجونين نفسيا عنا. يعني بيظل الأسير بيفكر بأهله، ولكن أهله بيفكروا فيه نفسيا، وإمه 24 ساعة وأبوه بيشعروا فيه. صحيح. فهذا الجانب يعني أنا جانب عاطفي. بجزء أنا تركت أبوي صحت معه. توفى قبل شهرين. كانت أمنيتي أشوفه، كان أمنيته يشوفني، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الله يرحمه. فأنا بقول يعني بجوز طبيعة الأهل، طبيعة العمل عمل عاطفي. صحيح. هذا الجانب لازم تركز عليه من جميع المؤسسات. همنا إحنا كشباب، أنا بجوز بقول لك أنا 13 سنة الحمد لله فت بصحة
ومعنويات وطريق دخلته ما اختلفش اشي علي الا اشي واحد، دمعة الاهل على اولادهم. فانا بدي اركز بهذا اليوم بهذا الجانب الانساني على اهل الاسرى. انا بعرف شو معنى ام اسير رايحة على مؤسسة معينة، شو تستنى من هاي المؤسسة؟ تستنى حضن دافي، تستنى يعني الجواب المباشر. تسلم ثمك. وهذا انا بهمني، انا بطلب من ابناء شعبي. انا بجوز مثاليات نقدر نحكي كثير، ولكن الواقع هو الاساس. كل احترام. انا بطلب من كل مؤسساتنا واهلينا احترام ام وابو الاسير، يعني هذا المطلب الخاص. هذا مش مطلب، هذا فرض وحق. من قدموا اعمارهم من اجلنا، من اجل ان نحيا بحريه، ابائهم وامهاتهم واسرهم تاج على راس كل فلسطيني. هذا املنا بشعبنا، شعبنا شعب معطاء وكريم، وانا بتامل انه هذا الامل يكون، طبعا هو موجود، ولكن بجوز التفاوت من مكان لاخر وموجود. احنا متامل انه كرامه اهل الاسرى تكون اعلى من هيك في المؤسسات. هاي رسالتك. شكرا لكم. هاي رسالتك. نعم. الله يرحم والدك. تعيش. رسالتك وصلت. تعيش. وانا بكل حلقه صدقني من برنامج عمالقة الصبر بقولها وبعالي الصوت، اهالي الاسرى مسؤوليتنا جميعا. كل ابن اسير والده داخل سجون الاحتلال وهو يعيش بعيد عن والده هو مسؤوليتنا احنا. كل بنت اسير مسؤوليتنا احنا، اخت اسير، شقيق اسير، هذول مسؤولياتنا احنا، مسؤوليات المؤسسات، الاعلام، المجتمع المحلي، البلد. وهذا مهم مهم جدا. بهذا الموضوع خليني اخذ اخونا ابو ظافر اللي هو رئيس لجنه اهالي الاسرى. يعطيك العافيه عمي. يعني عمي ابو ظافر، حضرتك والد الاسير احمد ابو خضر والمحكوم مدى الحياه، وانت رئيس لجنه اهالي الاسرى، يعني اكثر انسان بشعر في الاسرى اللي عاش هاي المعاناه اللي انت بتعيشها بشكل يومي لانه ابنك محكوم مدى الحياه. كلجنه اهالي، اخونا الاسير المحرر محمد بيحكي بشكل مهم ومهم جدا، بيحكي انه المؤسسات يجب ان تقوم بدور مهم، وكرامة الأسير يجب أن تبقى وأسرته محفوظة عند الجميع. كلجنة أهالي أسرى، شو تقييمك لتعامل المؤسسات مع الأسرى وذويهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله. أولا أوجه تحيتي إلى أولئك الرابطين بصمت خلف القضبان، إلى الذين لم يدمي سواعدهم القيد. أقول لهم إن القيد مهما اشتد لا بد أن يكسره نشيد الكبرياء. أسرانا أبطال، أسرانا ثابتين خلف القضبان وهم بعزيمة قوية. أقول لجميع المؤسسات سواء أهلية أو حكومية أو شعبية، أقول أن يقفوا صفا واحدا وبمعنويات عالية مع أسرائنا القابعين في سجون الاحتلال. وأني أتقدم بشكر الجزيل إلى زعيمنا وإلى رئيسنا الأخ أبو مازن. الذي أوقف المفاوضات، توقف عن المفاوضات صحيح. ووضع قضية الأسرى ووضع من أهم شروطه أولاً الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وخاصة الأسرى المرضى وأسرى الدفعة الرابعة. نعم. الذي يكبع الذي من مجموعة من أسمائها عميد الأسرى وعميد الأسرى كريم يونس الذي وماهر يونس. نعم. الذي فقد أباه ولم يسمح له بتوديعه. صحيح. والآن والدته. عمي خلينا بموضوعنا بعد إذنك. أخونا محمد قال كلام جارح، يعني احنا كمؤسسات لما نسمع هذا الكلام من اسير محرر هو بوصينا بقولنا يا عمي انا مريت في تجربه اعتقاليه، دور الاكبر اهلي، انا بدي اكون مطمئن انه اهلي بخير، انا عندي استعداد اناضل، انا بدي ادفع هاي الفاتوره. بس هل هاي المؤسسات بتقوم بالواجب تجاه اسرتي واهلي؟ ليس كفايه ان يكون هيئه الاسرى او نادي الاسير الفلسطيني الذي يقدم كل معونة لأهالي الأسرى، يجب على كل مؤسسة. نعم. أن تكف بحزم وبقوة مع أهالي الأسرى الذين ينتظرون طلوع الفجر حتى يذهبوا إلى حافلة الصباح. رسالتك لابنك بعيدا عن لجنة أهالي الأسرى، أنت والد أسير محكوم مدى الحياة، رسالتك لابنك اليوم؟ أنا بوجه رسالتي إلى ابني أن يبقى بعزيمته القوية والثابتة، وأنني عندما أزور ابني أستمد الشجاعة والقوة منه. كل احترام لك عمي، وإن شاء الله ابنك بروح قريبا من زنازين الغدر والجلادين وكافة أسرانا البواسل. أخونا راغب أبو دياك رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أهلا وسهلا فيك. أهلا. يعني مهما قدم لقضية الأسرى سيبقى الجميع مقصرا، هذه مفهومة، لأنه أسرانا يستحق منا كل جهد.
بدي تحكي لي اليوم شو رسالة نادي الأسير وانت بتشوف امامك هذول العمالقة، وفي بعض الأصوات اللي بتحكي انه احنا منطالب بدور اكبر لنادي الأسير ولهيئة الأسرى ولكل مؤسسات مجتمعنا تجاه أسرانا، شو بتحكي في هذا الموضوع؟ تفضل. لا شك بداية تحية إجلال واكبر الى أسرار البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلى ذلك العمق الاستراتيجي للحركة الوطنية، أسرانا المحررين وذوي الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فنحن في حضرتهم جميعا، ومن هذا المكان المتقدم في النضال يعبد القسام ومن مقر بلدية يعبد، أقول بأننا مهما قدمنا للأسرى وللأسرى المحررين يبقى ذلك في إطار الواجب ورد العرفان، وخاصة بأن هؤلاء الأسرى لم يعتقلوا إلا من أجلنا جميعا، ومن أجل تحرير هذه الأرض الفلسطينية المباركة من دنس الاحتلال الإسرائيلي. لا شك قضية الأسرى قضية مركزية، أؤكد على ذلك وأثمن دور القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس حينما اعتبر هذا الملف الثابت الثامن. أقول بأننا نقدم كل ما بوسعنا كنادي أسير فلسطيني وهيئة شؤون الأسرى وكل المؤسسات العاملة بهذا السياق للأسرى وللأسرى المحررين، ولكن لزخم هذا الملف وللضغط الذي يمارس من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق هؤلاء الأسرى القابعين خلف سجون الاحتلال والأسرى المحررين، يبقى ذلك الجهد قليل اتجاه ما يجب أن أقدم. لكن أقول نحن في نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى وكل المؤسسات العاملة أقسمنا قسما من اليوم الأول للعمل بهذه المؤسسات بأن لن ندخر جهد في سبيل تقديم كل ما باستطاعتنا من أجل هؤلاء الأسرى جميعا. كل احترام لك أخوي راغب أبو دياك، وكل احترام لأخونا طارق حب الريح من اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى، كل التحية لكافة إخواننا. خليني أرجع لأخونا الأسير محمد سامي كبهة. يقصر بحق الأسير يقصر بحق نفسه لأنه كل فلسطيني معرض للاعتقال. تفضل. بس كلمتين. تفضل. بجوز إحنا عشمنا على شعبنا العشم بخليهم قد ما يقدموا مش مقصرين. نعم. يعني أنا كنت في الأسير وأخوتنا كانوا موجودين. بجوز الجانب المادي فيش حدا بيقول إنه حدا مقصر. الجانب المادي لا، إحنا ماخذين حقنا. وبنشكر كل شخص ساهم بتوفير الحياة الكريمة لأهل الأسرى. نعم. بس في جانب معنوي. الجانب النفسي. أنا بدي أقول لك كلمة. يعني مرة من المرات إحنا قاعدين على التلفزيون كان في مسير الأسرى. صدقني يا عدد الصحفيين أكثر من عدد المشاركين. طب أنا بدي أقول لك كلمة. إذا أنا أسير وقلت لك الله معطينا الصبر والمعنويات. اتأثرت. شو رأي أمي لما بتشوف عدد وبتكون معهم؟ يسلم فمك. الكلام اللي بتحكي فيه كلام جوهري، كلام مهم ومهم جداً. موضوع المسيرات الشعبية، في ناس تعتقد أن الأسير لا يتفاعل إيجابيا مع الفعاليات الشعبية التي تحدث في الميادين وفي المحافظات. هاي رسالة من أسير المحرر أنه لا، الأسير مهم ومهم جدا الفعاليات الشعبية اللي بتصير في الميادين. هذه مش أني برفع كرتونة وبوقف مع الأسير، لا، هذه بتشد من عزمي ومن إرادتي. ترفع. نعم، أنا بدي أقول لك كلمة. بجوز احنا متعودين في اللقاءات انه يكون في حديث مثالي. انا من العكس، انا حاب احكي واقع أسرانا. انا بجوز كان عندنا الاخ وزير الاسرى او رئيس الهيئه ابو خالد، حكيت معه في امور اساسيه. انا بعرف شو اسير سامعني شو بحكي هسه. في عندنا قضايا موجعه على الاسرى. انت تحمل امانه. بحمل اماني كل احترام، وانت بوصلك كل احترام. انا بحملها بشكل منطقي، مش شكل انه انا الشكر واجب نشكر، ولكن انا في نظرتي في الحياه انه انا يعني نظرتي لشعبي وعشمي على شعبي انه اشوفه تفاعله على الشارع اكثر. رسالتك وصلت اخويا محمد. ولكن في شغلتين، يعني انا ما فيش اسير دخل على السجن وحاب يدخل على السجن، ولكن تضحيه الاسير حق الشعب انه يقدم او يقدر هاي التضحيه. صدقني رسالتك وصلت. رسالتك مهمه ومهمه جدا. شكراً. وانا بضم صوتي لصوتك. شكرا. وبقول للساده المشاهدين اليوم عندنا اسير من عمالقه الصبر، بقول لكم
الفعاليات الشعبية والميدانية تعطيني العزيمة والقوة فلا تقصروا فيها. كل التحية لك أخونا الأسير المحرر عماد عصفور، أمضيت في سجون الاحتلال 15 عاما. كل التحية لك. اليوم أسير محرر يحمل صورة سامي أبو دياك الأسير المريض، أنت تخرج من غياب السجون ولكن تحمل قضية وهم كل أسير داخل سجون الاحتلال. شو أهمية اليوم أنك أنت روحت بس لسه هم إخوانك اللي جوا السجن حامله؟ في البداية ما زلنا في حضرة الشهداء في هذا الشهر، في شهر آذار كان له نكبات على شعبنا واستشهد العديد منهم. بدنا نذكر أول شيء بما أنه في يعبد الشهيد عمر الياسين حمارشي اللي استشهد في 17/3، وكذلك على المستوى الوطني دلال المغربية، كذلك مهند أبو حلاوي اللي هو كان أحد أفراد مجموعة اللي استشهد أثناء ابن عقرب الصمود. كل التحية له. نعم في 5/3 صحيح. في البداية لازم لحظة وفاء، نتمنى لهم الرحمة ولهم المجد في العلياء إن شاء الله رب العالمين تعالى. تجربة الأسر يعني في نواحي عديدة، أنا ممكن بدنا نركز على الجانب الحياتي والإنساني اللي بيعيشه المريض داخل الأسر بصفته كنت متردد على المستشفيات وبالأخص مستشفى سجن الرملة. نعم في هذه اللحظات يعني ما يسمى بعيادة سجن الرملة. نعم نعم في هذه اللحظات يعني لابد من صمود وألام خالد الشاويش اللي كله صبر وكله تحمل في هذه اللحظات، وكذلك أخو ناصر وكذلك أخو محمد، إنه في عنا عائلة كاملة بالشعب الفلسطيني ما زالت موجودة في عيادة سجن الرملة. يعني هاي قصة يعني مؤلمة من المفارقات داخل حتى في الأسر. يعني يجب أن نوجه تحية للأسير حربات اللي بيكون في دور كثير مهم في عيادة سجن الرملة كمان. صحيح. نعم. الأخ حربات كل التحية والتقدير له. نعم. لما يقدمه أسرانا المرضى في عيادة سجن الرملة. هذا يعني موضوع لابد من تحركه بكل أشكال وبكل الهيئات وكل المؤسسات بكل قوى الشعب الفلسطيني، لأنه الشعب الفلسطيني احنا بنعرف انه شعب معطاء، شعب ولاد، شعب قادر على حمل الرساله، قادر على حمل الامانه. انه بالاخص هذول المجموعه اللي داخل عياده سجن الرملة لازم في يوم من الايام نقدر نعمل شيء نقدمه لهذول الاسرى المرضى. كل احترامي لك اخوي عماد. اخوي عماد انسجنت وابنك عمره 10 شهور. نعم. واليوم احنا شفناه ما شاء الله شاب متميز بكل شيء. احتضنك عند الحريه وطعم حضن الابن لا يقدر بثمن. صحيح. اختصرت ال 15 سنة حضن ابنك بعد الحرية. صعب جدا. يعني في هذه اللحظات يعني بقول لك صح كان عمره 10 شهور. نعم. المفارقة الأولى أنه كانت أول زيارة إليه بعد 4 سنين. أجت البنت عرفتها. في ولد بلعب يعني قاعد بقاعة الزيارة بلعب بكل شيء. هسا الدم عرفت خلص صوالي أنه هو. هذيك الزيارة أذكرها بسجن شطة في 2004 بعد أظن 28/9/2004. يعني ما قدرتش أتكلم بعد كل هذه الزيارة، أنه شفت ولد كان فعلا تحمله بين يديك هسا قاعد بلعب. هاي نقطة. النقطة الثانية والمؤلمة كانت أنه في الجانب الإنساني والعاطفي اتجاه أب وابن، أنه بال 2007 برضو انقطعت أنه منعوهم لكبر سنهم يفوتوا عنا، يعني نحضنهم جوا الشبك. نعم. او جوا الزياره يعني او جوا الزياره. نعم. فكان كل مره انت بتشوف على الكزاز، كل مره على الكزاز والكزاز. تمنيت لو ابنك ما يكبر عشان يضل بحضنك. انا كثير من الاسرى كايوها. هاي مفارق صحيح يعني. نعم. طب ليش يكبر بهالسرعه؟ خليني بس خليني احضنه، خليني كذا كذا. هاي احد يعني المفارقات المؤلمه في خلينا نشوف ابنك كمان. بنرجع لك. خلينا نشوف ابنك عبد. الله يخلي لك اياه. عبد 4 شهور، اليوم انت بصف 10. مزبوط. ما شاء الله عنك. اليوم انت بتعطي التعليمات لابوك، ممنوع تطلع من الدار، ممنوع. اليوم انت الاب صح؟ بدي اياك تضلك جنبي. انا زهقت 15 سنه غياب عنك صح؟ صح. شو اليوم مشاعرك وانت الى جانب ابوك في برنامج العمالقه، عمالقه الصبر؟ هو غاب عني 15 سنه، انا ما اكتفيت بحضنه، ما قعدت بحضنه، ما حضنته، ما بوسته، ما شعرت انه الي اب هاي ال 15 سنه. فهسه لما طلع ان شاء الله عوض لي كل هاي الايام، راح نعوضها وان شاء الله الحريه لكل الأسرة. اكثر موقف وابوك جوا السجن تمنيت لو انه انا اليوم ابوي الى جنبي؟ انا بكل الوقت كنت اتمنى انه ابوي جنبي، بس خاصه يعني لما كانوا ابيات ولاد صف يجوا يسالوا عنهم بالصف
وانا ابوي ما يسالش عني، مع انهم كانوا يجوا عمامي وقرايبي يسالوا عني، بس هذا الموقف كثير تحسست منه. يعني انا بدي تحيه لابن الاسير، وبدي تحيه فعلا لكل ابن اسير. ابناء الاسرى واجب وطني ان نقف الى جانبهم جميعا. بحييك يا عبد، وبحيي شقيقتك الاكبر منك من برنامج عمالقة الصبر، وبحيي الام اللي صبرت، وبدي ارجع لوالدك بعد اذنك. يعني حيينا الام اللي صبرت 15 سنه للام الفلسطينيه غياب زوجها، ربت لك شاب متميز بكل شيء. شو رسالتك لزوجتك؟ وبدي تحكي لي باختصار عن قمعة عسقلان. اخي في البدايه بالنسبه لزوجتي، انا زوجتي يعني ما بقدر اصفها بكلمات. يعني من يوم ما سمحوا لي بالزياره بعد 4 سنوات من السجن على مدار 11 سنه، رغم النكبات اللي اصابتها من فقدانها اخوتها، فقدانها لوالدها وامها، فقدانها لكل الدرجه الاولى في حياتها، طبعا وانا على راس هذه الدرجه الاولى، كانت ادق من ساعه بيك بن معي في الزياره. بكل الزيارات لم تقصر بواجبي باي شيء، بالعكس كانت تتفانى في هذا الموضوع. كان يحسني اكثر شيء تقدمه اني ما اقدرش اساعدها باي مساله، يعني ممكن انه حسب بعض المشاكل الطبيعيه اللي بتواجهها كل اسره، ماشي عادي بتمر عليها مر الكرام، بس انا في لحظه من اللحظات خصوصا في عام 2008 كان متوفر لحظات اتصال في السجن في عام 2008. احد المشاكل انه اخوي الثاني برضه بالسجن، اخوي علي طبعا هسه ما زال في السجن، تحيه له ولا محمود ابن عمي ولا باسل البزري وكل وايمن بشارات وكل وجد جودي وكافه الاسرى. قمعه عسقلان، قصه قمعه عسقلان. اخي كانت الايام يعني في شهر 7 في عام 2003، اداره السجن اعطت بعض التلميحات انه سيتم اقتحام غرف الاسرى، وبالتالي في عزيمة، وكان نفس الأسرة طبعا نفس الأسرة أسرة انعكاس للواقع الوطني والشعبي والاجتماعي لكل دولة وبالتحديد لشعبنا الفلسطيني. فكانت الهمة عالية وما زالت الانتفاضة نقدر نقول في أوجها في 2003، وبالتالي اللجنة الوطنية العامة قررت قرار أنه ممنوع السجانين يقتحموا غرف الأسرى في حالة أنه وجود الأسرة داخل الغرف، وهذا اتفاق ضمني كان تقريبا من عام 68. صحيح. بالتالي يعني بشكل مختصر ومكثف، كانت القمعة على غرفة الجهاد الإسلامي في غرفة 12 ورفضوا الخروج. أثناء المداولات أو المفاوضات على خروجهم مضت الساعة ونص، وبالتالي صارت عندهم الفورة أو الخروج إلى ساحة السجن بمعنى أدق. فتمت تحولت لعنا اللي هي غرفة 13 اللي هي غرفة الرفاق في الجبهة الديمقراطية. نعم. وبالتالي احنا يعني عددنا داخل السجون يعني ممكن نكون اقل تنظيم في داخل السجون، والاغلبيه الغالبه. ومن هذا المنطلق اجت الاداره، لانه احنا كل تقريبا او عددنا بسيط في السجون او اقل عددا بصوره ادق ماشي داخل السجون، فقالت انه لابد من الاقتحام الغرف عليهم او اخراجهم هم وهم فينا بيكسروا حاله السجن. وصلنا للاقتحام. بدي تحكي للساده المشاهدين كيف هذا هاي العصابات اللي بتدخل على القسم، كيف تكون اجراءاتها بحق الاسير؟ وصلنا لحظه الاقتحام، فاستعانوا في وحده بسموها المتساده، هاي وحده يعني بدكم خلينا نقول على الفرازي بين قوسين اجسام تدريبات الى اخره، حاولت اقتحام الغرفه ينفذون الحقد الاحتلالي بحذافيره. نعم نعم نعم. يعني تصور انهم هذول هاي الوحده بكل اريحيه ماشي باخذوا مثلا اذا اخذوا التوجيهي فيما لاقوا البقروت بسموه عندهم، بس على الحقد وكراهيه العرب والاسير بشكل خاص، فبيجي هو معبى ومشحون من ناحيه ذهنيه انه لازم يحطمك، يحطم كبريائك ويحطم وجودك ويحطمك برضه من ناحيه جسديه. اخوي عماد انا بعذر منك لضيق الوقت، مهما حاولوا لن يستطيعوا تحطيم كبريائنا وصمودنا. نعم نعم نعم. بدليل نعم نعم. انكم متواجدون الان معنا بهذه الهمم العاليه اللي مستمد نعم. قوتنا وعزيمتنا منكم دائما، كل التحيه لك. خلينا اخذ اخونا رياض ابو عابد، اسير محرر امضى في سجون الاحتلال 11 سنه، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اخوي رياض، الاسرى اصدروا بالفتره الاخيره مبادره لها علاقه في التعليم، مشكله المعلمين خلال الفتره الحاليه، ودائما كان لهم مبادرات على الصعيد الوطني كثير مهمه. كيف الاسير برغم من معاناته بيقدم مبادرات ليخلق حياة لأبناء شعبه؟
مساء الخير للجميع بداية، ونترحم على أرواح شهدائنا ونتمنى الحرية لجميع أسرانا البواسل. طبعا إحنا كنا وما زالوا الأسرى داخل السجون في حياتهم اليومية، ما في أي شيء يلهيهم عن النضال وعن ممارسة أعمالهم الوطنية وعن متابعة شؤون الوطن. صحيح. يعني 24 ساعة أنت قاعد في كلب غرفة على التلفزيون، حط على فلسطين أو المحطات العربية اللي بتيجي عنا. هسا لما بنشوف في مشكلة داخلية عنا في فلسطين ومستصعبين على حلها، يجتمعوا تقريبا، يقعد الفصائل مع بعض، يقعد الوطنيات مع بعض، على انه احنا بدنا نحاول نساعد ان ننهي هاي المعضله. رغم ظروفكم القاسيه والقاسيه جدا، رغم الظروف اللي بنمر فيها مع اداره السجون، يعني احنا داخل السجون في 24 ساعه متواصلين نضال، ما في انه خلص هذا دخل السجن قاعد خلص ارتاح، لا، احنا 24 ساعه طول فتره السجن واحنا مقاومه مع الاحتلال. هسا الأسرى أصدروا مبادرة لحل الانقسام طبعا، وأصدروا مبادرة لحل مشكلة المعلمين على كثير من المبادرات، وكثير من المبادرات اللي بتصدرها أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات من داخل أقمية الاحتلال. صحيح. هسا إحنا داخل السجون، الأسرى داخل السجون يعني ما بيوقفوا عن النضال، النضال مستمر عندهم على طول. بس في عندي كلمة بدي أعقب على كلمة فضل الأخ محمد كبها بالنسبة للمؤسسات الأهلية لشؤون الأسرى. نعم. أنا أمضيت في السجون 11 سنة. نعم. الحمد لله رب العالمين. ابن أخوي حبيب أبو عابد مؤبد مدى الحياة. اللي أنت حامل صورته ووجه له كل التحية. بيتنا انهدم في 2004. نعم. والدي ووالدتي توفوا وأنا داخل السجن. الحمد لله. الله يرحمهم يا رب. تعيش. عندي ولد ولد وأنا في السجن. صحيح. والحمد لله. بس كل يوم مش معك يعني للأسف، بنوجه له كل التحية. أنا كنت أتمنى إنه يكون معي. نعم. ويوم مولده كان متميز ب 29/2، يعني كل 4 سنين تنو يجي مرة، كان امبارح عيد ميلاده. نعم. هسا أنا رسالتي للمؤسسات الأهلية اللي تتابع شؤون الأسرى إنه يتم متابعة لعائلات الأسرى. يعني إحنا أسرى محررين لما نكون في زيارة لعائلة أسير، فعلا عائلة الأسير بتحس إنه ابنها موجود عندهم. يعني صح. إحنا لما تشوفنا 4-5 شباب متوجهين عند عائلة أسير بتحس إنه إحنا موجودين عندهم. أنا كل التحية بوجهها لزوجتي، زوجتي كانت الأم والأب والمدرس لأولادي. يعني كانت في المدرسة لما يطلبوا أولياء الأمور، أولياء الأمور كانوا يستغربوا إنها بتيجي حرمة تقعد بينهم، بصيروا يسألوا ليش هاي الحرمة جاي. بتوجه بوقف مدير المدرسة بقول لهم هذا زوجها أسير، ما في عندهم أب إنه يجي. يعني أنا هاي كانت رسالتي للمؤسسات الأهلية، ونتمنى لكم التقدم إن شاء الله. كل احترام لك، كل احترام لرسالتك. كل أسير هو صاحب حق إنه يوجه الرسالة التي يريد، ومن حقك أن تسمع من الجميع، وعلى رأسهم إحنا كإعلام. كل التحية لك. خلينا نأخذ الأسير محمد عمارني. رسالتك اليوم بعد هالحرية وأنت أمضيت داخل سجون الاحتلال 9 أعوام ونصف العام. صحيح. أنا أول إيش بتشكركم على برنامجكم. الله يخليك. طبعاً إخواني هنا يعني نقلوا الصورة كاملة، لضيق الوقت عندكم بدنا نختصر. أنا كنت بدي أعقب على موضوع مهم جداً، اللي هو موضوع الأسرى المرضى داخل السجون. نعم. داخل سجون الاحتلال. نعم. صدقا يعني ما بنذيع سر احنا اذا بنقول، انا يعني هاي برنامج ثاني يعني بهذا الموضوع بحكي. نعم. انه الأسرى المرضى بيعانوا شبه يومي او شبه ساعات، يعني بالساعات بيعانوا. فاحنا بنطالب من قيادتنا الحكيمي والرشيدي ومن جميع المؤسسات الحكوميه والاهليه والانسانيه بالالتفات لمشكله الأسرى المرضى داخل سجن الرملي، لانه العلاج اللي بيقدموه اداره مصلحه السجون ما بكفي انه يوقف الامهم. هو اهمال طبي متعمد، اهمال طبي متعمد ومبرمج من الكيان الصهيوني. نعم. كل احترام لك. احنا عبر يعني منبركم. يعني برضو انت ثائر اخوك معتقل ومحكوم 10 اعوام. صحيح. يعني انت يعني دليل انه هو بلش في الأسرى المرضى كمان بتحكي عن اخوك. صحيح. يعني هي الهم الاول للأسرى جميعا. كلهم اخوتنا. نعم. يعني انا بذكر لما اعتقلوني بشهر 4/2006 يعني وافرج عني بال 2010 كان نفس الحزن لما فرقت اهلي. صحيح. وانا رايح على السجن بكى نفس الحزن لما انا فرقت اخوتي داخل السجون. احنا اليوم نتمنى من الله انه يمن عليهم بالفرج القريب، وان شاء الله انه بتكون يعني هذا العام اللي احنا فيه عام جديد، عام الحريه ان شاء الله، عام الحريه لجميع الأسرى، لجميع الأسرى بدون استثناء ان شاء الله. اخوي محمد نفسك بيعتز فيه، هو نفس الاسير. شكرا لك. واحنا بنعتز بنفسكم كاعلام
متجه لقضية إنسانية وطنية شريفة. شكرا لكم. هذا واجب الجميع. أهلا وسهلا فيكم بلدكم الثانية يا عبد. كل احترام إليك يا أخوي محمد، وحمد الله على سلامتك أخوي نضال، حمد الله على سلامتك بعد 9 سنوات من الاعتقال أيضا. حضرتك حر اليوم، شو رسالة الأسرى داخل سجون الاحتلال لأبناء شعبنا؟ بداية نشكركم على هذا البرنامج. الله يخليك يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد يعني أنا بدي أزيد على اللي حتقول الإخوان هون جميعا، اللي هي قضية الأسرى المرضى. الأسرى المرضى بحاجة لك في جادة إلى جانبهم، اللي هم متواجدين بما يسمى في مستشفى الرملة. هذا المستشفى لا يصلح أن يسمى مستشفى، هو لا يصلح حتى أن كل له بأنه عيادة متواضعة. فهناك الأخت لينا الجربوني تعاني من المرض، عميدة الأسيرات. عميدة الأسيرات، تحية كل التحية. معتصم رداد أيضا يعاني على مدار السنوات السابقة 7 أو 8 سنوات. يعني اليوم رسالة المحررين العمالقة اللي معانا، أنقذوا الأسرى المرضى من الموت المحتم. صحيح. الوقفة اللي بتتقدم إلى جانب الأسرى المرضى ما زالت خجولة أمام تضحيات هؤلاء الأسرى الذين يعانون. هناك الأسير أيضا منصور موكدي الذي يعاني. صحيح. وما زال يقبع فيما يسمى في مستشفى سجن الرملة. هو كما قلت لك لا يصلح أن نقول له كذلك، لا يصلح أن نقول له حتى بأنه عيادة متواضعة. كل احترام لك أخوي نضال، الحمد لله على سلامتك. أخوي راغب عنده مداخلة لمدة أقل من دقيقة، تفضل. شكرا لكل المداخلات والتي أعتبرها تصب في تمكين الأسرى من تجاوز أزمتهم اتجاه ما يتعرضون له من الاحتلال الإسرائيلي. ولكن إذا ما تحدثنا لا أعتبر أن التقصير موجه للمؤسسات العاملة بمجال الأسرى، على اعتبار أن من يدعو للفعاليات الشعبية ومن يتابع قضاياهم هي المؤسسات العاملة بهذا السياق. البوصلة موجهة نحو الاحتلال الإسرائيلي. هناك 700 أسير من هذه المحافظة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أنا لا أود أن أتساءل أين ذويهم، لا أسأل عن الأسرى المحررين والذين نسبتهم 16% من عدد الأسرى الذين تم تحريرهم من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. من يقوم بالبرامج الثقافية والاهتمام بذوي الأسرى وأطفال الأسرى هي المؤسسات العاملة بمجال الأسرى. أوجه سؤال للعديد من إخواننا، رفاق ضرب الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تحرركم، أين أنتم من المشاركة بالفعاليات الجماهيرية الداعمة للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ أشكرك جزيل الشكر أخوي راغب. خلينا نأخذ والدة الأسير البطل كامل عطاطرة المحكوم مدى الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم الأسير كامل عطاطري، محكوم عليه مؤبدين بسجن جلبوع. بسلم عليه وبتمنى له الإفراج، هو جميع المعتقلين. نعم. وبسلم عليه وشو بدأ كله الشامل، والله ما نداري. طب ياما أنت لما تشوفي زي حاليا الأسرى المحررين اللي بتشوفيهم العمالقة هذول أولادك، شو بيعني لك لما يروح أسير محرر؟ والله بس روحوا بيجوا زنوين، والله بالحضان بحضنهم، والله مثلهم مثل الشامل وزيادة. نعم. شوية والله بس أشوفهم أنا قاعد وهالسيارات ماركة، الله بيعلم شو شعور. إن شاء الله كلهم بروح. بيجوا الأسرى المحررين ياما بزوروكي؟ والله بزوروين. وهذا محمد وعدني الشامل بده يجي عندي. محمد اليموني. يعني بيجوا الأسرى بزور؟ والله بيجوا. يعني أم الأسير تمثل الأم لكل أسير. أمانة الله إنه كأنه ابنها فايت عليها، مش أي واحد. كل احترام يا خالتي. والله يا خالتي بحترمهم كلياتهم والحمد لله. وهذا ابنه أمير. نعم. هذا بيسلم عليه. نعم. تعال يا أمير الست تعال. نعم. هذا ابن الأسير. هاي ابن الأسير. دشروا. نعم. بين سنتين. نعم. رحنا زناه بعد سنتين تصحينا نفوت. صحيح. عليه. صار يطق على الكزاز كله، عمي ما يعرفش انه ابوه ولا مش ابوه. وقت ما كان له عمي وكان جفا التامل، يعني استغربها يعني للأسف. الشعور. نعم. بتوصف لك شعور مؤلم ومؤلم والله جدا. ما بتوصف يا حبيبي خالد. خليني اخذ ابنه للأسير. اليوم عمي انت جاي مع ستك، الله يا ربي يخلي لك اياها ويطول لك بعمرها. شو اليوم تحكي لابوك وانت كنت طفل لما اعتقل؟ بسلم عليه وبودي له ألف تحية له وإن شاء الله الفرج القريب له. أنا بقول لك إحنا جميعنا أهلك وإحنا جميعنا عزوتك، وإن شاء الله عزوتنا الكبيرة أبوك بروح بأقرب وقت ممكن وبيحتضنك وحر بإذن الله تعالى. أملنا بربنا كبير و
سجن مشاهدينا لا يغلق على أحد بإذن الله تعالى، الحرية كاملة لكافة أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. بدي أخذ أسيرنا المحرر مجدي أبو خميس. أخونا مجدي، بنهاية البرنامج بدي صوتك كأسير محرر لكافة أبناء شعبنا، تفضل. أنا بدأ كل رسالة للشعب الفلسطيني، أنا أضرب جوا سجن 4 ضربات. نعم. يعني التفاعل للأسرة يعني كمضرب كأسير مضرب هذا إشي بنسي جوعه وتعبه مرضه، شايف برفع من معنوياته. نعم. وأنا رسالة الشعب الفلسطيني إنهم يعني يكون تفاعلهم للأسرة يعني أسمى من اللي بقدموه. هذا الشعب أصيل، شعب جاهد قاوم، شعب عانى من هذا الاحتلال الظالم. نعم. إحنا يعني نفتخر بهذا الشعب، وإحنا نطلب منه يعني كأسرى محررين أن يكفوا مع هؤلاء الأسرى الأبطال في داخل السجون، ومن كلهم هون من سلام لأسرى الأبطال. كل التحية لك أخوي، ويجب أن نحيي أيضا أخونا الأسير المحرر الذي أضرب 71 يوم عن الطعام، أخونا رائد موسى، وكل التحية لكافة أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. رسالة الأسرى واضحة جوهرية، هي يا أبناء شعبنا نريد حراك أكبر لنصرة قضية أسرانا. هذه القضية تمثل كل أسرة وبيت فلسطيني، ويجب أن يكون الحراك الشعبي المناصر لهذه القضية يليق بما قدمه هؤلاء الأسرى من معاناة ومعاناة حقيقية. مشاهدينا، أشكر نادي الأسير وهيئة الأسرة، وأشكر بلدية يعبد التي استقبلتنا اليوم. أخونا سامر أبو بكر، كل التحية لك لاستقبالنا، كل التحية لعائلات أسرانا البواسل، التحية الأكبر للعمالقة أسرانا المحررين، كل التحية لكل من يساهم ولو بكلمة في هذه القضية المركزية التي تمثلني وتمثلك وتمثل كل فلسطيني حر ووطني وشريف. إلى هنا أشكركم على حسن المتابعة، وأنهي هذه الحلقة من برنامج عمالقة الصبر. تحياتي، أنا سامر تيم وطاقم البرنامج، أودعكم على أمل أن ألتقي بكم بحلقة قادمة. أملنا الكبير أن تكون قد بيضت السجون. إلى اللقاء.